السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله هنكمل في مادة السايكاتريك. هنبدأ مع موضوع السايكوتيك ديس أوردر، الاضطرابات النفسية. أول شيء هيحكي عن classification of psychotic disorder، ما هي تصنيفاتها. وخدنا في بداية المادة أنه عندنا تصنيفين حسب الـ ICD-10 وحسب الـ DSM-5، تمام؟ قلنا الـ ICD-10 هي مؤسسة أو منظمة تصنف جميع الأمراض النفسية والمرضية، أي أنواع، كل الأمراض بتصنفهم. فقال لي حسب الـ ICD-10 قال لي checklist for mental disorder group صنفت الـ psychotic disorder إلى 4 categories بس. في الامتحان نعرف انه الـ ICD-10 صنفت لي الـ Psychotic Disorder الى 4 categories بس. اما حسب الـ DSM-5 وقلنا هاي اللي بنعتمد وهذه خاصة في الامراض النفسية، قال لك صنفتها لـ 6 modules او modules، الى 6 تصنيفات. قال لي هم 6 هذولا، عندنا اول شيء Psychotic Symptoms وعندنا Psychotic Disorder. قال لي Psychotic Symptoms يعني أعراض نفسية، بدأ أنا تظهر علي أعراض نفسية، وهنا في التصنيف مرتبينهم ومحللينهم هيك ترتيبهم حلو. قال لي تحت Psychotic Disorder صارت اضطرابات نفسية، يعني قال لك في البداية يبدأ المريض مع أعراض نفسية، لسه أعراض كبداية، لكن قال لك بعدك إذا تطورت الأعراض أصبح عنده Disorder، اضطرابات نفسية. أوكي، Psychotic Disorder، سايكوتيك عفوا سيمبتومز ثم ديس اوردر. بعدين قال لي مود ابيسودز ومود ديس اوردر، نفس الحاجه، نوبات مزاجيه فتره يومين ثلاثه مزاجه مش كويس، ها اذا استمرت المود ابيسودز راح صار عنده مود ديس اوردر، اضطرابات مزاجيه. وهنا هذول التنتين قال لك حكي عن الحاله النفسيه وهنا حكي عن الحاله المزاجيه. اول شيء قال سايكوتيك سيمبتومز ثم صار سايكوتيك ديس اوردر، بعدين قال لك مود ابيسودز نوبات مزاجيه، ثم قال مود ديس اوردر اضطرابات مزاجيه. اوكي، قال لي سبستانس يوز ديس اوردر، اضطرابات استخدام الادويه، ادمان الادويه سواء كانت ادويه افيونيه مش افيونيه، صار عنده ادمان على بعض الادويه او اضطرابات سببها استخدام مزمن للادويه. 6 اخذ شيء الانكزايتي، القلق، ادجستمنت، التوافق، واذر ديس اوردر، اضطرابات اخرى. اذا بالملخص الاي سي دي 10 صنفت السايكوتيك ديس اوردر الى 4 تصنيفات، اما الدي اس ام 5 صنفتها الى 6 تصنيفات، سايكوتيك سيمبتومز ثم ديس اوردر، بعدين مود ابيسودز مود ديس اوردر، سبستانس يوز ديس اوردر، ثم انكزايتي اند ادجستمنت اند اذر ديس اوردر. ديجي قال لي ما هي مواصفات السايكوتيك ديس اوردر، متى انا بقول هذا الشخص انه هو عنده اضطرابات نفسيه سايكوتيك ديس اوردر. قال لي في عندي 6 شغلات تقريبا، 6. قال لي في ايش هما مواصفات اللي هو الاضطرابات النفسيه. قال لي 1 بريزنس اوف سام، وجود بعض السايكوتيك مانيفيستيشن. اذا لاحظت على الشخص هذا بعض العلامات النفسيه او عنده خصائص نفسيه زي ايش مثلا، قال لي توت ديستربنس، عنده مشكله في التفكير زي الديليوجن ضلالات، بيهيفيرال ديستربنس، عنده مشكله في السلوك زي بيزار سلوك غريب، اجريسيف عدواني. ثالث قال لك بيرسبتشوال ديستربنس، اضطرابات الادراك زي هلوسينيشن، صار عنده هلوسه، بطل يدرك الواقع اللي فيه، صار يهلوس. اذا اول شغله في الكاركترستيك للسايكوتيك ديس اوردر عندنا سايكوتيك مانيفيستيشن، مشكله في التفكير زي الديليوجن، في السلوك زي البيزار او اجريسيف عدواني، او بيرسبتشوال اللي هو في الادراك زي الهلوسينيشن. طيب 2 قال لك لوس اوف ريالتي تيستينج او الفانتسي، الخيال، عنده فقد اللي هو الواقعيه، صار كل حياته خيال، في الخيال عايش. هذا ايش ايضا من ضمن مواصفات السايكوتيك ديس اوردر. 3 انصات الابصار، اما عنده كومبليت او بارشلي لوست، فيش عنده ابصار يا كامل او جزئي له الحاله اللي هو فيها، فهذا ايضا اذا هو مش ما عندوش ابصار مش عارف وين هو، هذه مشكله. 4 قال لي افكت، افكت قلنا الشعور، فرق بين الافكت والمود، الافكت شيء ظهر عليك. قال لك اما بكون افلات، ايش يعني افلات؟ يعني زي ما قلنا بحس يضل لك يحكي نكت للصبح مش مستعد يضحك. بلانت هو صح بحس شو متبلد، لكن اهو من الافكت اهو من الافلات، هذا بقى ب 100 نكته بقول لك ضحكتني. اور ان ابروبريت، سلوك او شكله من برا هيك الشعور اللي برا عليه مش متطابق، زي هو في عزا بيضحك وبفرح بيبكي، تمام؟ هذا الافكت. سبيتش، كلام. 5 الكلام انكوهيرنت، مش مفهوم. 6 الجادجمنت امبيد، تعطل عنده الحكم، زي ما قلنا شفت حقيقي بتاع في الحريق بقعد اتفرج، انا بحب الحريقه،
تمام. فهذول الست شغلات اذا انت شفتهم للشخص هم هذول مواصفات السايكوتيك ديس اوردر، عنده بعض الاشياء النفسيه زي مشكله في التفكير في السلوك في الادراك، فقد الواقعيه، الانسايت فقده، الافكت عنده فلات بلانت ان ابروبريت، والسبيتش عنده انكوهيرنت، والجادجمنت عنده اتعطل. قال لي السايكوتيك ديس اوردر لينك تو مرتبطه بايش؟ قال لي بالفايولنس. ايش الفايولنس؟ اللي هو العنف او العنف قوه. الفايولنس بتضمن انه هذا المريض النفسي عنده فيلر تو تيك ميديكيشن دراج اور الكحول يوز، يعني ما ياخذش ادويته، او عنده مشكله في بيشرب كحول ومدمن عليها. ديليوجن توت، افكار كلها ديليوجن، ايش يعني افكاره مش كويسه، تمام، عنده يعني ديليوجن في الـ في الـ في التوت تبعته، كوماند هلوسه، عنده هلوسه، وهيستوري للفولنس، يعني عنده تاريخ عدواني او عنف. عنده 40% من المرضى النفسيين دونت ريسيف تريتمنت، ما بياخذوا علاج، هذا كلام معروف، او اني جيفن دي، يعني من خلال او اون اني given day، يعني في اي وقت من اليوم، resulting in، وبالتالي لما بياخذش علاجه صار عنده homelessness، بتشرد، ما حدش بيهتم فيه، isolation، في عزله، وفي الاخر بيروح لما يكون في الشوارع مشرد في violence اللي هو عنف. ف 40% من المرضى النفسيين ما بياخذوا علاجهم، وبصير عندهم homelessness، بتشرد وما لهمش بيوت، و isolation و violence. فيولنس. كلاينت ادميتد تو، المرضى بيدخلوا على المستشفى او برايزونز في السجون، او بيجبروا انهم يعيشوا في ستريس، او هومليس بلا مأوى، هومليس شيلترز اللي هو مأوى المشردين، يعني بيجبروا انهم يعيشوا في ستريس او في مأوى المشردين. هيك يعني مقدمة عنها. نبدأ في اول مرض عندنا في السايكوتيك ديس اوردر، هو السكيزوفرينيا، الفصام الشخصي. السكيزوفرينيا هو ملك الامراض النفسية، وهي الصورة مضح لك اياها، انه هو الشخص في عقله في 4-5، واحد بضحك، واحد بيبكي، واحد متحير، واحد رايح وين. طب فهذا سكيزوفرينيا عنده فصام في الشخصية، يوم تلاقيه هيك يوم تلاقيه هيك، عنده فصام في شخصيته. سكيزوفرينيا قال لي انا من فوق، هي الموست كومون اوف سايكوتيك ديسوردر، اكثر الامراض النفسية شيوعا على ملك الامراض النفسية هو السكيزوفرينيا. حتى في خبرات التوظيف 2020 حكول اجي اسئلة كتير على السكيزوفرينيا بشكل خاص. يعني قال لي اونست بداية المرض نادرا ما تحدث في الطفولة، لكن البيك اوف اونست قال لك في الرجال من 18 ل 25 سنة، في النساء من 25 ل 35 سنة. هي 25 مشتركة، الرجال 18 ل 25، في النساء 25 الى 35. الاولدست ايج، كبار السن، من 66 الى 67 سنة. طب البريفيلانس قال لك هو في الاثنين متساوي، يعني معدل حدوث المرض اكوايرد متساوي في الميل والفيميل. قال لي 1% من البوبيليشن يا حبيبي، 1% من السكان، يعني كل 100 شخص فيهم واحد مع سكيزوفرينيا، 1% من سكان العالم، شيء يعني مش 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 قليل، تمام. قال لي وبيحدث بشكل اكثر، هي عندنا نفس الجمله في اول الماده، في الانمريد والديفورسد، المطلق والمش متزوج، وكل اكثر عرضه مره لمرتين من الايش، من المتزوج او المش مطلق، فتزوجوا يا شباب ويا بنات. طيب قال لي هنا الايتولوجي، السبب هو طبعا انون، مش معروف السبب، لكن في عنا عده نظريات بتقول، بقول يحذروا ايش سبب المرض، فيش شيء سنجل كوز، لكن في عنا بعض النظريات مالتيبل ثيوريز، او عندي اربع نظريتين او خمسه. قال لي اول نظريه بتقول جينيتيك بريديسبوزيشن ثيوري، من الناحيه الجينيه جينيتيك، يعني قال لك انه سكيزوفرينيا لها علاقه في الجينات. لكن قال لي هنا انه 60% من الناس اللي معهم سكيزوفرينيا لقوا انه نو كلوز ريليتيف، فيش عنده اقارب معهم سكيزوفرينيا او مرض، لكن 10% ريسك اوف انهيرتنج سكيزوفرينيا، 10% منهم وجدوا انه في 1 ايميديت فاميلي، واحد من العائله المقربين، ابو او امه او ابوه او امه يعني معهم كان سكيزوفرينيا. و 40% بيحدث لما بكون الابوين البوث بيرنت معاهم سكيزوفرينيا، او الايدنتيكال توينز، توام متماثل. هذا من ناحيه الجينات، ففي الجينات قال لك انه 60% منهم لا، 10% نعم وراثه لما يكون واحد من الابوين او من العائله القريب، 40% بتكون الحاله يعني من تعون سكيزوفرينيا لما يكون ابوهم الاثنين او ايدنتيكال توينز. الثيوري الثانيه قال لك البايوكيميكال اند نيورو ستراكشر ثيوري، من ناحيه ايش؟ الكيميائية، الارتباط العصب الكيميائي، هل له علاقة في الدوبامين؟ قال الدوبامين هايبوثيسيس، نظرية الدوبامين، قال لك زيادة معدل الدوبامين بيسمح للنيرف امبولس للأعصاب إنها involved in
أروزيل. أروزيل يعني قال لك تخليك عندك يقظة شديدة، يقظة زائدة، بسبب إنه تفاعل الدوبامين خلي عندك نوع من نوع الأروزيل هذا، اليقظة الزائدة. النورمال سيل كوميونيكيشن، التواصل الطبيعي بين الخلايا، قال لي ديستربت، بتعطل، resulting in development of hallucination، زي عندك hallucination و delusion ضلالات. لما يتعطل التواصل الطبيعي صار يتعطل، بيعمل لك عندك hallucination و delusion. سبب ارتفاع الدوبامين النون مش معروف، ولكن قال لي النيوروبليتيك بيعطيه انتي سايكوتيك، ادويه نفسيه اللي تعمل بلوك للاكسسيف ريليز، تقلل انتاج الدوبامين، لان يعني ارتفاع الدوبامين بيعمل هاي الشغلات، فبنعطيه ادويه انتي سايكوتيك النيوروبليتيك تقلل الدوبامين. قال لي ذس سجست، الاقتراحات الجديده والابحاث الجديده بتقول انه السكيزوفرينيا بتتضمن بروبلمز وذ برين كيمستري اند برين ستراكشر. وجدوا انه يعني الابحاث الجديده بتقول لك انه السكيزوفرينيا لها علاقه ب مرتبطة بكيمياء الدماغ وتركيب الدماغ. بعض الناس لقوا عندهم مشكلة في كيميائية الدماغ، وبعضهم في الاستكشر للدماغ، لكن ليس المين كوز. هذه البايو كيميكال انيوستراكشر ثيوري اللي هي للدوبامين. اما النظريه الثالثه قال انفايرومنتال او كلتشرال ثيوري، البيئه، قال لك في المنطقه اللو سوشيو ايكونوميك، المنطقه الفقيره، سنجل بيرنت هوم، اللي عايش مع ابويه، مع ابويا مع امه، ابوه مطلقين اهله، هاف لو سوشيال سكيلز، واحد بيئه فقيره او عايش مع واحد مشرد بين والديه او مطلق او كذا كذا، فبتلاقي عنده لو سوشيال سكيلز، المهارات الاجتماعيه يا جماعه الخير تكون قليله. هذول الناس يعني بدنا احنا نراعي ظروفهم، تمام؟ مع عندهم السوشيال سكيلز قليلة جدا جدا، لأنه الشخص بياخذ السوشيال سكيلز إما رقم واحد من والديه يكونوا مع بعض وعلاقتهم ومع العائلة ومع الناس ومع الجيران، ومن المجتمع لما يكون في مجتمع مش لو سوشيال كلمك، لأنه معهم الوضع الاقتصادي عندهم كويس أو عالي، بضع مدارس خاصة وجامعات خاصة وبتعلموا السوشيال سكيلز ومن الوالدين. لكن لو هو في لو سوشيال كلمك وعنده سنجل بيرنت عايش مع أحد والديه، فبكون عنده لو سوشيال سكيلز، فضل ما نلومهم يعني، فبكون ريسك للسكيزوفرينيا. طبعا احنا غزه عندنا حالات الحمد لله افضل من هيك، وعندنا ديننا وإشي زي هيك، واصحابنا وعائلاتنا ما بيسيبونا الحمد لله. اربعه قال لي السايكو، النظريه الرابعه سايكولوجيكال ثيوري، النظريه السايكولوجيكال النفسيه، بما انها نفسيه هي اللي تاخذ ايش الكوم الكبير. فقال لك اول شيء في النظريه الرابعه السايكولوجيكال ثيوري هناخذ السايكو اناليتيك ثيوري، التحليل النفسي، هذه لها ايش اعتقد ثلاث او اربع نظريات هي من ضمن اللي هو السايكولوجيكال ثيوري. قال لك اول شيء السايكو اناليتيك ثيوري، التحليل النفسي، ستيتس ذات ديستورشنز ان تشيلد ماذر ريليشن شيب. ديستورشن يعني قال لك حاله بكون فيها ديستورشن، تعطل او مشكله بين التشيلد والمذر، بين الطفل وامه، الريليشن شيب، العلاقه بين الطفل وامه مش جيده، هذا بيخلي الطفل انيبل تو بروجريس، لانه كل حياتنا احنا مع الام، طول اليوم في البيت، ابوك بيشتغل برا ما بتشوفوش، حياتك كلها مع امك. فانت اذا تحليلك النفسي، اذا انت علاقتك مع الوالده مش ولا بد وسيئه، فالطفل هيكون انيبل تو بروجريس، مش قادر يتطور، وهو بكون ديبندنس، معتمد، وهذا بياثر على الايجو اورجنايزيشن. لما قلنا الايجو هو الحكم اللي بيحكم بين السوبر ايجو والانا، الانا والانا الاعلى هو اللي بيحكم بين الخير والشر وبوازن بينهم. فهنا في ان اذا انت عندك باد ريليشن شيب مع المدر، الطفل unable to progress ومش قادر، هذا بياثر على الايجو organization. اما النظريه الثانيه قال لي ليرنينج ثيوري، هذا كله من ضمن التحليل السايكولوجيكال النفسيه، الاولى قال لك سايكو اناليتيك، الثانيه قال لك ليرنينج ثيوري، التعليم او التعلم. قال لي بور بارنتال مودلز ان اي تشيلد هود بياثر على الفيوتشر، اذا الابوين مش متعلمين او كذا بياثر على مستقبل الطفل. انتر بيرسونال ريليشن شيب ان ايراشونال واي، تلاقي يعني انت العلاقات مش كويسه، ايراشونال ويز، طرق غير مبرره وغير واقعيه في انه يتعامل مع المواقف، يعني بصير موقف معين معه، مشكله، موقف كذا، بيتعامل معها بطرق او مبرره، يعني اشياء يعني طرق تبرير مش كويسه في بعض المواقف. فهذا اللي عنده بور، هذه في التعلم، بور بارنتال مودلز في مرحلة المبكرة للطفولة، وتأثر على مين؟ على المستقبل تاع البيبي. ثالثة قال لك ستريسور ثيوري، ستريسور ثيوري، قال لك بعض الستريسور الضغوطات وكذا بتساهم في بداية السكيزوفرينيا. مثال قال لك البور مذر تشيلد ريليشن شيب، رجعنا للمذر، انه عندنا علاقة بين ام وطفل ضعيفة، ديبلي ديستربد فاميلي، او العائلة فيها مشكلة كبيرة، امبيد سيكشوال ايدنتيتي،
حتى كمان تعطل في تحديد الشخصية الجنسية عنده، ايش وظيفته كميل، وظيفته كفيميل، اند بادي ايمج، وصورته عن حاله ريجيد كونسب، مفاهيم صلبة، وريلتي الواقع عنده كل هذا عنده صعوبة فيها بسبب الضغوطات، لانه عنده ضعف العلاقة بين الوالدين ومع اهله وكذا. فهذا ايضا ثالث شغلة. فطلعنا من سايكولوجيكال ثيوري بسايكو اناليتيك ثيوري وليرنينج ثيوري وستريسور ثيوري. قال لي هنا ايضا نكمل عليها، قال لي ريبيتد اكسبوجر، هذا بيحكي عن مين؟ عن اهم واحده الستريسور ثيوري. بيقول لي انه ريبيتد اكسبوجر، التعرض المتكرر للدبل بند سيتويشن. ايش يعني دبل بند سيتويشن؟ دبل ثنائي، بند يعني تقريبا اعمى، سيتويشن موافق، حالات الربط المزدوج، يعني موقف له رايين، واحد قال لك انت قاعد في البيت بدك مثلا تطلع الطش، ابوه يقول لك روح، ما بقول لك تروحش، زي هيك مثلا. فقال لك there is no correct choice، فيش هناك اختيار صحيح، no correct choice، انا مش قادر اقرر. طب مثلا والدي بيقول لي توكل على الله وسجل تمريضك، هو زعلان وكانه بيقول لي لا تسجلش تمريض. فهذا انا واقف، انا يعني في حيره بين امري، انا مش عارف ايش اعمل، تمام؟ no correct choice، هذا بسبب التعرض المتكرر للدبل بيند سيتويشن. قال لي example، البيرنت تيلز تشيلد، الابوين او الاب بيخبر ابنه هو از ويرينج، اللي بيلبس نيو وايت تينز شوز، لابس حذاء ابيض جديد، وبقول له يو، ابنه بقول له اطلع العب على الشارع يا بابا، بقول له مي جو اوت تو بلاي، مي اطلع، ممكن تطلع برا البيت تلعب، وين ات ستوب رننج، لما توقف الرياضه ات ذا سيم تايم، لكن في قال لك انا مي جو اوت تو بلاي، ممكن تطلع تلعب على الشارع، لكن قال لك في نفس الوقت ات ذا سيم تايم، في نفس الوقت البيرنتس الوالدين البادي لانجويج لغه جسدهم والفيشل اكسبريشن تعبير الوجه جيف مسج، تعطي رسائل انه البيرنت الابوين بريفير بفضله الطفل ستينج اندور، خليك في البيت ما توسخش المود تبعك الجديد. طب انا مين اسمع؟ ابوي بيقول لي مي جو اوت تو بلاي، ولا تعبير وجهه اللي بتقول لا خليك في البيت لا توسخ المود تبعك؟ شفتوا هنا دخلت انا في دبل بين سيتويشن، نو كريتيك تشويس، فانا دخلت في يدي. The child does not know which message to follow. الطفل مش عارف ايش يتبع، البادي لانجوج ولا ايش حكى له ابوه. خدنا في الاداره دائما البادي لانجوج اصدق من what you say. اوكي، فقال لها الطفل مش عارف ايش يعمل، producing بصير هيك الطفل ايش؟ confusion مرتبك، anxiety قلق، وفير خايف من التشيلد مايند، وخايف عنده خوف وين؟ في عقله، ارتباك وقلق وخوف داخل المايند تبع الطفل. تراكم هي الشغلات تخليه مؤهل للسكيزوفرين. هاي النظريه تبعت الستريزور ايش؟ الستريزور اللي هو ثيوري. الاربع نظريات قلنا اللي هو الاولى جينيتيك، بعدين بايوكيميكال، بعدين انفايرمنتال، بعدين سايكولوجيكال. والسايكولوجيكال قلنا سايكو اناليتيك، ليرنينج، وستريزور. نيجي للكلينيكال ديسكريبشن، الوصف، وصف الحاله المرضيه، وصفها. قال لي السيمبتومز، الاعراض، اعراض اللي هو السكيزوفرينيا بتكون تنشن، توتر وضغط عند الشخص هذا، ان ابيليتي تو كونس ستريت، مش قادر يركز، انسومنيا، ارق، ودرو، والانسحاب وانطواء من كل شيء ومن المجتمع، كوجنيتيف ديفيسيت، عنده يعني نقص في الادراك او مشكله في الادراك، مي بي سي ذا فيرست سايكوتيك ايبيسودز، يعني هذه مقدمات للمرض، تمام؟ تلاقي توتر، تنشن، اميل، تكون مش قادر يركز، ارق، ودرو، مشكله في الكوجنيتيف. كلينيكال سيمبتومز 3 برود كاتيجوريز، قسموا الكلينيكال سيمبتومز هذول الى ثلاث تقسيمات. قال لك في انك بوزيتيف ونيجاتيف، وفي الثالثه اللي هي ايش؟ اللي هي ديس اورجانيز. ايش هي البوزيتيف؟ طبعا بوزيتيف بقول عنها تايب 1، والنيجاتيف هي تايب 2. فالتايب 1 او البوزيتيف هذه قال لك البوزيتيف سيمبتومز او التايب 1 سيمبتومز هي اقوى من النيجاتيف. قال لك زي ايش؟ هلوسيشن، هلوسه، اشياء هيك نفسيه، ديليوجن، عنده ضلالات، سس بشنص اللي هو ارتياب او اشتباه عنده، بيظهر بيهيفير، سلوك غريب او تصرف غريب، ادريس الملابس تبعته، اجريسيف هو عدواني، سوسايدال ايديشن افكار انتحاريه، هذه كله بوزيتيف تايب 1 هي قويه، هلوسه، ضلالات، انتحار، بيظهر بيهيفير اجريسيف، كلها ايش؟ هذه بوزيتيف تايب او تايب 1 ايش؟ سيمبتومز. اما التايب 2 او النيجاتيف قال لي هذه يعني بيبدا المريض يفقد بعض الاشياء الطبيعيه اللي كانت في حياته، يعني هناك في البوزيتيف الاولى دخل عليه اشياء جديده، صار عنده هلوسه نيشه، صار عنده افكار انتحار، صار عنده ضلالات، بيزار بيهيفير،
تمام، هيك بس في تايب 1، لكن تايب 2 بدأ يفقد أشياء طبيعية. كيف قال لي؟ قال لي loss of normal functions، فقد وظائف أساسية. زي إيش؟ inability to enjoy activity، مش قادر يتمتع ببعض. كان هو لما يلعب رياضة ينبسط، يلعب بيس على اللابتوب، يلعب يطش مع أصحابه، صار اليوم ما يحبش يلعب رياضة ولا يطلع يطش مع أصحابه، ولا حتى ما يتمتعش لو طلع معهم كمان. تمام، فقد بعض الوظائف الطبيعية، مش قادر يتمتع ببعض الأنشطة، صار فلات أو إن أبروبريت إفكت، سلوكه شكله من برا إما فلات، تحكي وقت للصبح بيضحكش، أو تلاقيه في عزا بيضحك أو فرح بيبكي. ألوجيا، ألوجيا يعني إن أبيلت تو سبيك، ألوجيا من لو، مش واحد بيقول لك ليش أنت ألوج هيك، ألوجيا جاي كلمة لوج، ألوج ما بيعرفش يحكي، إن أبيلت تو سبيك ألوجيا. وعنده كمان أفوليشن، أفوليشن هو كان يعرف يحكي صار عنده ألوجيا. طبعا ألوجيا هي نفسية، مش سبب يعني اشي مشكلة بث فسيولوجي، لا هي سايكولوجي. افوليشن او افولينش، افوليشن افوليشن، هذه قال لي معناها inability to make decision، مش قادر يصنع قرار، مش قادر يتخذ قرار. تمام، ايش افوليشن؟ مش قادر يتخذ قرار. بول اي كونتاكت، حتى بتكلم معاه طلعش فيك، بول اي كونتاكت. سوشيال كان زمان يطلع فيك، اليوم لا، سوشيال وذ درول، منسحب اجتماعيا. بول هايجين فشل، عنده نظافه شخصيه، ابي ثي صار عنده لا مبالاه وكذا. هذه كلها كانت عنده اشياء طبيعيه فقدها، كان يتمتع بطل يتمتع، كان يحكي منيس عنده الوجيا، كان يتخذ قرارات صار عنده inability to make decision، كان عنده eye contact فقدها، كان عنده social صار عنده withdraw إلها، كان عنده هياجين فقدها، وصار عنده apathy. هذه ايش النيجاتيف؟ الفرق بين النيجاتيف والبوزيتيف، تايب 1 وتايب 2. تايب 1 قلنا اشياء دخلت عليه جديده، hallucination، ضلالات، افكار انتحاريه، لكن النيجاتيف تايب 2 فقد اشياء طبيعيه كانت في حياته ضمنها الالوجيا وايش والايفولوشن وكذا. اما الثالثه او من السيمبتومز او التقسيم الثالث للسيمبتومز الديس اورجنايزد، هذه ريسنتلي اد يعني تم اضافتها جديدا للدي اس ام 5. قال لي هنا اكزامبل، صار كونفيوزد ثينكينج، تفكير متبك، انكوهيرنت مش مفهوم، اور ديس اورجنايزد سبيك، كلامه مش مفهوم او مش منظم، بيهيفير سلوكه زي صار عنده ريبيتيشن اوف ريثميك جيتشر، يعني بكذا ايماءات معينه، مثلا ضل يحرك راسه فوق وتحت يمين وشمال، بعض الحركات اللي جاي هيك عليه، فلا هي بوزيتيف ولا هي نيجاتيف. تمام، صار عنده ايش؟ كونفيوز ثينكينج، انكوهيرنت او ديس اورجنايز سبيتش، صار عنده ريبيتيشن ل ايثنيك جيتشر. هذول بيحكي عن السيمبتومز، قلنا ثلاث اقسام، بوزيتيف تايب 1 وتايب 2 تايب 3 هو ايش؟ ديس اورجنايز. نجي للكوست، مين هم الان بقول عنهم يعني انه هو سكيزوفرين، يعني انا هل هذول بقول عنهم سكيزوفرين ولا لا، متى وين ليش؟ قال لي at least 6 months include 3 phases of symptoms، لازم الشخص عشان اقول عنه سكيزوفرينيا لازم على الاقل تستمر عليه الثلاث مراحل تعون المرض الى 6 شهور، 6 months. فقال لي على الاقل 6 months بيتضمن 3 phases of symptoms، اذا السيمبتومز لها 3 phases. اول phase من السيمبتومز قال لي اسمه برودرومال فيس، برودرومال زي اخذنا في الاسس البودروم تحت بدايه المرض، لسه الاعراض بدها تظهر عليه، فمقدمات للمرض. قال لي برودرومال فيس هذه ممكن تكون صدن او جراديوال، اذا كانت صدن يعني اكيوت يعني خلال ايام قليله، لكن جراديوال يعني كرونيك يعني بدها مانثز شهور وايام وفتره طويله. تمام، قال لي كاركترايز باي، ما هي مواصفات للبرودرومال فيس؟ قال لك سترينج بيهيفير، سلوك غريب، بيرسبشن ادراك عنده تغير، فلات افكت يعني ضلك زي ما اقول لك نكت للصبح مش مستعد يضحك، وبيزار ايدياز افكار حتى غريبه. تمام، هذا مواصفات البرودومال فيس، ممكن تكون صدن اي خلال ايام او جراديوال خلال مانثز. في ان امبيرمنت، تعطل عنده في ايش؟ في تعطل في السوشيال اكتيفيتي، انشطه اجتماعيه، البيسو هايجين والفيزيكال او ريكريشنال اكتيفيتيز بريفيسلي واز انجويبل. ريكريشنال اكتيفيتيز، الانشطه اللي بريفيسلي كان زمان واز انجويبل صار قلت، الانشطه اللي كان يتمتع فيها زمان بقى يلعب كوره ويتمتع، بطل يلعب كوره، كان يطش مع اصحابه يطش مع اصحابه، بطل يتمتع حتى لو لعب كره او طش، بطل يتمتع فيهم او بطل يعمل انشطه اللي كان يتمتع فيهم. فمواصفات البرود دوم الفيس، اذا كان صادن قلنا في ايام جراديوال مانث، مواصفات سترينج بيهيفير، مشكله في البرسبشن، وفلات افكت بيزار، وعنده تعطل في السوشيال اكتيفيتي بشكل عام، بطل يتمتع في كثير من الانشطه.
عندنا قلنا الفيس ثلاثة، الأول برودومال، الثاني أكتيف فيس. الأكتيف فيس قال لك أت ليس على الأقل بده يكون السمد عنده الأكتيف فيس 1 مانث. مش قلنا زمان في الأسس برودومال ثم أكتيف فيس؟ أكتيف فيس ظهر عليه المرض، فيش أعراض، الأعراض صارت شديدة، صارت أكيوت. كلمة أكتيف هي قال لك كان مور سيفير، السيمتوم صارت مور سيفير تو ميت عشان أنا أوصل للدياجنوستيك كريتيريا أوف سكيزوفرينيا. على الأقل لازم الأكتيف فيس تكون عنده على الأقل تستمد لشهر. ثلاثة، خلصنا من الاكتيف فيس، بده يطيب المريض. ريزيديوال فيس، ريزيديوال خلصنا يستعيد حاله، قال لي ات ان في نهاية الاكتيف فيس بدخل في الريزيديوال فيس، قال لي البوزيتيف سيمبتومز از ابسنت، البوزيتيف سيمبتومز الافكار الانتحارية الهلوسينيشن ديليوجن ابسنت، قلت او ايش اتنيويتد تتلاشى. هذه البوزيتيف. اما النيجاتيف سيمتومز بيكم مور بريفيلانس، صارت اكثر حدوث. مين هي النيجاتيف سيمتومز؟ اللي هي قلنا عنها تايب 2، اللي هي صار ايش؟ بطل صار عنده لوجيا، صار بطل يتكلم منيح، بطل ياخذ قرارات، صار عنده يفقد المتعه في الاشياء، صارت ايش؟ مور بريفيلانت. قال لي هذا المرحله ريزيدوال فيس زي ما قلنا في الكرونيك ديزيز، هو ما بين ريميشن اوف ديزيز واكسربيشن. ريميشن الأعراض تتلاشى وتموت وتختفي ثم تعود فجأة، وهكذا طول حياته. إذا هذه هي الثري فيس للسكيزوفين أو للأعراض، قلنا بريودرومال أكتيف وريزيديوال، تمام؟ لازم الثلاثة مع بعض يستمروا لست شهور عشان أنا أقول عنه وسكيزوفين. قال لي الدياجنوستيك كريتيريا للدي اس ام 5 يعني معايير التشخيص، قال لك الاكتيف فيس سيمبتومز يعني اعراض الاكتيف فيس اللي قلنا عنه لازم يستمر لوان شهر. قال الاكتيف فيس سيمبتومز قال لك تو اور مور اوف ذا فولوينج بريزنت، واحد او تنتين من هذول اللي انا احكيهم تكون موجوده. وقال لي واحد لازم تكون، قال لي واحد لوان مانث، تمام، وات ليست على الاقل واحده من اول ثلاثة. يعني قال لك انت عندك هنا خمسه في الاكتيف فيس، من مواصفات الاكتيف فيس لازم يكون عنده تنتين من الخمس عشان اقول هو في الاكتيف فيس، تمام، تنتين من الخمسه هذول. وقال لي انه اول ثلاثة هذول لازم يكون واحده من اول ثلاثة، يعني هو لو عنده بس تنتين لازم يكون عنده واحده من هذول الثلاثه، والثانيه يا منهم او من هذول عادي، لكن لازم يكون عنده واحده من اول ثلاثة هذول، اللي هي ديليوجن ضلالات، هلوسنيشن هلوسه، وديس اورجنايزد سبيك كلام مش منظم، زي ايش؟ ان كوره مش مفهوم ومالوش يعني قيمه. اربعه قال لك كاتاكونيك بيهيفير، سلوك جامد، كاتاكونيك يعني متشمع متخشبك، سلوكه جامد، فيش عنده حركه كتير، فيش عنده كلام كتير، هيك جامد متشمع متصلب متخشب. نيجاتيف سيمبتومز النيجاتيف اللي قلنا عنها قبل شويه، الوجيا، ايفوليوشن، قل عنده الايموشنال اكسبريشن. المهم في الاكتيف فيس عنده خمسه، ديليوجن، هلوسينيشن، ديس اورجنايز سبيتش، كاتاكونيك بيهيفير، ونيجاتيف سيمبتومز. لازم يكون عنده تنتين هذول الخمسه على الاقل، تمام، ولازم من التنتين يكون واحده اول ثلاثه، يا ديليوجن يا هلوسينيشن يا ديس اورجنايز سبيتش. طيب هذه ايه اللي هي مين ايه يعني من تشخيص حسب الدي اس ام 5 يكون عنده اكتيف فيس سيمبتومز تنتين فاكثر تستمر لشهر. طيب بي قال لك ديستيربنس، عنده تعطل في واحد او اكثر من الميجر فانكشن، تعطل في واحد او اكثر من الميجر فانكشن. مين هو الميجر فانكشن؟ ورك العمل، انتر بيرسونال ريليشن العلاقات المجتمعيه، والسيلف كير بالنفس. فلازم يكون ديستيربنس في واحد او اكثر من الميجر فانكشن، عملك، علاقته مع الاخرين، عنايته بنفسه. سي الساينز اوف ديستيربنس، علامات اللي هو التعطل هذول لازم تستمر على الاقل قلنا 6 مانث، 6 شهور. ممكن قال لي may include periods of prodromal and residual symptoms، يعني تشمل ثلاث مراحل الاعراض، البرودرومال والاكتيف والديزيدوال. اذا 6 مانث من ضمنها البرودرومال والاكتيف والديزيدوال. دي قال لي سكيزو افكتيف، ايش يعني سكيزو افكتيف؟ قال لك سكيزوفرينيا افكتيف من شعور، هذا اللي يقول عنه فلات افكتيف وكذا. قال لي سكيزو افكتيف هنا ديس اوردر، اند قال لي ديبريسيف الاكتئاب او الباي بولر. ايش يعني باي بولر؟ هو مر شويه بيكون مكتئب وشويه بيكون ايش عنده مبسوط ومصحلل. قال لك رولد اوت، استثنيهم يعني استثني الديبريسيف واستثني يعني سكيزوفرينيا، ما لهاش علاقه بالاكتئاب وبالهوس وبالباي بولر، استثنيهم. قال لانه سكيزوفرينيا فيش عندها نو ميجور ديبريسيف، فيش عندها اكتئاب بشكل اساسي ولا عنده مانيك ابيسودز بيحدث يعني مع الاكتيف فيس، فيش بيصيرش، تمام. والمود ابيسودز كمان ممكن تصير لفترة قصيرة وما لهاش علاقة في السكيزوفرينيا، فقال لي هنا لا تعتبر من الفصام، حتى لو صار عنده شوية اكتئاب أو شوية هوس ما له علاقة تقريبا في السكيزوفرينيا.
اي قال لي هذا مهمه جدا. الديستربنس نوت ريليتد تو سايكولوجيكال افكت او ميديكال. اذا الديستربنس ما شغل بالفيسيولوجيكال، ليس لها علاقه هاي المشاكل او الديستربنس لا بشيء مرضي او ميديكال طبي، ليس لها علاقه بالفسيولوجي ولا بالميديكال كونديشن. تمام، الديستربنس ملوش علاقه لا بالفسيولوجيكال افكت ولا بالميديكال كونديشن. قال لي انا اف ذير از هيستوري، لو هذا الشخص عنده هيستوري تاريخ لا اوتيزم توحد او بسموه كوميونيكيشن ديس اوردر، لانه المتوحد ما بيحكيش مع الناس ما بيحبش الناس وكذا. قال لي الطفل هذا بالاضافه انك عندك شخص ب سكيزوفرينيا، كون دقيق في التشخيص، لانه اونلي اوف بروميننت يعني فقط بقول مع الشخص اللي كان معه اوتيزم زمان، بقول عنه مع سكيزوفرينيا فقط لو كان عنده ديليوجن او هلوسينيشن زائد اذر اكتيف فيس. قلنا عنهم هذول، ها يا ديليوجن يا هلوسينيشن مع الاذر اكتيف فيس، هذول قلنا تنتين على الاقل. تمام، ديليوجن او هلوسينيشن مع اذر اكتيف فيس سيمتومز بسميه سكيزوفرينيا، ولازم تستمر على الاقل كم الاكتيف فيس ل 1 مانث. ل 1 مانث في الناس سايد ريسك، هل هو هذول بينتحروا؟ اكيد. قال لي انه مرضى السكيزوفرينيا 5 ل 6% منهم يموتوا في الانتحار، 20% منهم عندهم محاولات انتحار مرة فأكثر، لكن أغلبهم أو كثير منهم عندهم suicidal ideation، فكرة إنه ينتحر. تمام؟ إذا 5% بموت، كثير منهم عنده فكرة الانتحار، 20% بيحاولوا و5% بموت من الانتحار. هاي فور younger male، يعني هي أعلى نسبة في الذكور. تمام، اللي معهم سبستانس يوز، يعني مثلا مدمنين أو مش موظفين أو بعد ما يطلع من يعني فترات تيك نفسيه او ما ياخذ بين المستشفى. سوسايدال بيهيفير، سلوك الانتحار ممكن يكون استجابه لكوماند هلوسينيشن، ضغط تفكيريه وهلوسه، وانا شو بيحكوا عنه الناس ضغط المستشفى، انا معي فصام وكذا. في سب تايبز اوف سكيزوفرينيا، سب تايبز بعض انواع لها. قال لك زمان كان في الدي اس ام 4 التصنيف الرابع هذه، في بارانويد، كاتاكونيك، ديس اورجانيز، هيبليبتيك، هيبيفرينيك كان، وان ديفرنشيشن، وريزيديوال. هذا كله اليوم كلها تجاهلوها في دي اس ام 5، وقال لك في دي اس ام 5 دمب تجاهلوها، لانه قال لك في ليش تجاهلناها هي كلها انواع السكيزوفرينيا. قال لك ليميتد دايجنوستيك ستابيليتي، في انها اقل ثبات في التشخيص، تقدرش تحدد هو بارانويد ولا كاتاكونيك ولا كذا، لو ريلابيليتي اقل مصداقيه وبور فاليديتي. عشان هيك احنا استثناء في الدي اس ام 5 عندنا ليميتد ستابيليتي ولو ريلابيليتي وبور فاليديتي. في نوع صلاح اسمه كاتابليكسي، كاتابليكسي معناه صدن ماسل ويكنس، فجاه بصير عنده ضعف في العضلات لما بيضحك كثير او بيبكي، زي لما بيضحك وبسخسخ من الضحك. تمام، بصير عنده ارتخاء مفاجئ في العضلات وكذا، وبعدين بيرجع طبيعي. هذا اسمه ايش؟ كاتابليكسي. كاتابليكسي هي كاتابليكسي، هنا يعني ها بيضحك ومكيف الصوره مش واضحه كثير، وزي اللي بتشنج وهو بيضحك. في شيء اسمه عندنا هنا الكاتاكونيا، الكاتاكونيا هنا تخشب او تصلب، لا تصنف كمرض بحد ذاته، لكن هي تحصل مع عده اضطرابات نفسيه، هي نوت كلاسيفايد كاندبندنت كلاس، لكن تحدث مع سيفر ديس اوردر، زي ممكن تكون مع منتال ديس اوردر او ميديكال ديس اوردر. منتال زي سايكوتيك، باي بولر ديس اوردر، ديبريسيف، اما ميديكال ديس اوردر زي سيريبرال فوليت ديفيشنسي اللي هو نقص السي اس اف سيريبرال سبينال فلويد، او اوتوميون او نيو بلاستيك ديس اوردر. او اذا القسم الاول مع ميديكال ديس اوردر تحدث، او تحدث مع الميديكال ديس اوردر منتال او ميديكال او ان سبيسيفايد كاتاكونيا، يعني كاتاكونيا شخص متصلب هيك متشمع جامد، لكن لا مع لا منتال ولا ميديكال كونديشن زي في الاستقبال، يجيك واحد في الاستقبال لا عنده منتال ديس اوردر ولا ميديكال، فبقول عنه ايش؟ ان سبيسيفايد كاتاكونيا. كلينيكال بيكتشر لا يعني الشكل اللي هو الكاتاكونيا، قال لك ذي 3 اور مور اوف فولوينجز، متى اقول عن انه هو كاتاكونيا؟ لما بقول عنده ثلاثه فاكثر من هذول. ايش هم؟ ستوبر ذهول، راح بقول مذهول هيك زي متبنج هيك، الذهول ستوبر نو سايكوموتر اكتيفيتي، بتحركش نط. امال هذه الستوبر الذهول ليس له علاقه في الواقع اللي حواليه، فيش شيء بدلك يعني، فيش شيء مذهل. اثنين كاتابليكسي، كاتاليبسي، كاتاليبسي مش كاتابليكسي، لبسي اللي هو تخشب مصل ريجيديتي، تصلب في العضلات وهيك ثابت تيكا، وضعيه ثابته وليس لها علاقه في البيئه، كله معناه كاتاكونيا. وكس فليكسبيليتي التشمع، يعني ليش سموه وكس فليكسبيليتي؟ يعني ريزيستنس تو بوزيشننج باي اكزاماينر، لما الطبيب بده يحرك ايده ولا جسمه بتلاقي هيك مقاومه زي الشمعه. ميوتيزم الصمت، زي الميوت في في في
في الهذول اليوم على في المقابلات على النت يقول لك حط ميوت صمت للجوال انه بتكلمش او فيري ليتل كلامه قليل. نيجاتيفيزم سلبيه بيستجيبش لإرشاداتنا ونصائحنا للانستكشن هو نيجاتيف. البوسترينج الوضعيه هنا قال لي بوستر انه بحافظ على وضعيه معينه. اكتيف مينتيننس بحافظ بشكل جيد على بوستر وضعيه اجينست جرافيتي حتى الوضعيه تكون ضد الجاذبيه لكن بيعمل وضعيه بضل عليها. مانرزم تكلف او اسلوب غريب، من الطريقه مانرزم يعني شيء غريب، اود ستايل اوف بيهيفير اسلوب غريب زي الكاركتايب هيك اساليب غريب في الحركه. ستيريو تايب صوره نمطيه زي بيرزيستنت بيربوسليس شيء مستمر ليس له هدف. ميكانيكال ريبيتيشن، ريبيتيشن اللي هو بكذا شغلات اما كلام او موفمنت سبيتش او حركه. اجيتيشن تهيج او الاثاره وليس لها علاقه في البيئه اللي حواليه هيك مثير متهيج. جراي ميسنج اللي هو الكشف هيك متكشر، جراي ميسنج وجهه مكشر هيك، اقل هيك بشع ومكشر وجهه او كنترول فيشل اكسبريشن يعني شاد عضلات وجهه. في عندنا هنا مصطلحين ايكوليليا وايكوبريكسيا. ايكوليليا قال لك ريبيتيشن اوف انذر سبيتش يعني بكرر كلام شخص، انا بقول كيف حالك ولا كيف حالك، بكرر كلام الشخص اللي قدامه. ايكوليليا وانت بالضبط زي جاي كلمه لول ليليا من لولي من الزغرطه، لما بزغطوا في العدس تلاقي واحده زغرطت كل النساء يصيروا زغطوا زيها لولولي وبتصير هي كلها تزغرط زيها تمام. فهذا ايكوليليا من لولولي من الزغرطه بتقلد صوت واحده ثانيه فبتعيد اللي هو الزغرطه الزغروته ريبيتيشن لانذر سبيتش. لكن الايكو بريكسيا بكرر ايش من بايركس ايش حركه هنا بكرر موفمنت الحركه. فالايكوليليا بكرر كلام شخص اخر، اما الايكو بريكسيا بكرر حركه شخص اخر. اما السب تايبس اوف كاتاكونيا انواع كاتاتونيا في عندنا كاتاتونيك ستوبر في عندنا كاتاتونيك اكزاتيمايند. الكاتاتونيك ستوبر هنا ابد هيك ملوش في الدنيا، اقل ليتل او نو موتور اكتيفيتي بيتحركش وفيش عنده اي كونتاكت تمام. قال لي هي المهم هنا مي ريمين ممكن يضل في بوزيشن وضعيه واحده للونج بيريود، بعد هيك بعد فتره ثن بشكل مباشر ينتقل لوضعيه اخرى يعني ضل مثلا نص ساعه نفس الوضعيه وفجاه يغير وضعيه ثانيه ويظل عليها. هذه مين يسموها كاتاتونيك، كاتاتونيك ستوبر. مش قلنا ستوبر ذهول يعني زي واحد هيك طلع يمين على يمين هيك انصدم ضل الديتيل طلع على اليمين فجأة لف على الشمال هيك وضل الديتيل على الشمال، فهذا ايش ذهول ستوبر، فهي اسمها كاتاتونيك ستوبر. اما كاتاتونيك اكزاماين اكزاتيمايند هذه قال لك كونستانت بيربوسليس ثابت ليس له هدف. اجيتيشن استثاره وغضب وهيك حركات مشدوده وإيش زي هيك ملوش هدف. مي اولسو كمان يكون مع الاستشاره الاستثاره هذه يكون مع ديليوجن او هلوسينيشن، وهذا يعتبر الكاتاتونيك اكزاتيمايند هي تعتبر موست دينجرس منتال ستيتس ان سايكاتري، اخطر الامراض اللي وجهوها في النفسيه هي ايش الكاتاتونيك اكزاتيمايند تمام. اكزاتيمنت تمام اكزاتيمنت هذه من اخطر الاشياء. توقف فينا والله يعطيكم الف عافيه.